السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطية على الهواء مباشرة. اليوم جل عشائرنا ومشايخنا خرجوا بوقفة استنكارية بسبب تصريحات المستشار للسيد الكاظم. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بداية يعني مثل هيش تصريحات من شخص مسؤول بالدولة هي سائلة قبل تكون سائلة عشائرنا وسائلة بالفعل. هو حقيقة الأخوة ما طالع من فضل القاع، هو رجل هم ابن عشائر، فهذا يسيء العمامة والعشيرته. وحقيقة الأمر اليوم احنا حاضرين بهذا المكان ندي ونستذكر هذا الكلام الغير لائق بحق محافظات العراق وبحق العاصمة بغداد، بحق الشيوخ، بحق الوجهاء، بحق أرقى مكان في الأرض هي مدينة النجف ومدينة كربلاء المقدستين، ويدعوها باللطامة. لا بارك الله في هذا الكلام الغير لائق، ونحن نقول له نحن غاضبون، نحن غاضبون على هذا الكلام الغير لائق، ونطالب باسم مطالبتنا انه يكون رد حاسم لهذا الشخص. من قبل منه؟ من قبل الدولة، من قبل، واحنا اذا الدولة ما تستطيع احنا العشائر. يا حسين الطف راح نعيده، يا حسين الطف، يا حسين الطف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد جعفر الموسوي مسؤول الكرخ الشمالي. ممنون سيد. جينا يعني اليوم هاي الوقفة راح تستمر؟ والله هاي الوقفة تستمر بدون قطع الا يتحاسب المستشار مهند نعيم اللي يلقى هاي الكلمات الغير مقبولة على أهل الجنوب وعلى عشائر وعلى المحافظات العراقية كافة بشكل عام باعتبار حكي على العراق كله. وانت عراقي شلون تقبلها على نفسك تحكي على العراقيين بصورة عامة؟ واحنا نستنكر أهل الجنوب، بالأخص أهل الجنوب يا ما قدمت شهداء ودماء. وبعدين أهل الجنوب هم الشعراء والأدباء والكفاءات العالية كلها في الجنوب. لا وما ما شاء الله، يعني أنا خليك بالصورة بتعبير أدق، أنه بعض المسؤولين يشوفون أبناء الجنوب أبناء الوطن حطب، شو وقت ما حسوا بالبرد حرقوهم. دائما هم مستعدين استعداد كامل أهل الجنوب للتضحية في سبيل الوطن. هم أهل الجنوب يستحقون هذا الكلام؟ هذا ما مقبول، يعني ما مقبول. وعلي احنا والله نحترض على هذا الكلام ورافضين جملة وتفصيلا. زين، في حال موقف الحكومة كان ضعيف او والله احنا موقف الحكومة ضعيف، احنا مو ضعفة، احنا عشائر ما نقبل احد يسيء علينا. شنو الاجراءات ممكن؟ احنا نطالب باستقالته وابعاده عن الدولة. يعني شنو هذا المطلب يتحاكم، المفروض يتحاكم. عفوا ماكو هذا مطلب، عفوا ماكو، يا رحم الله والديك، هذا مطلب وهذا عفوا ماكو. الايام دائما مطلب. السلام عليكم، شلونكم اغاتي؟ انا اوجه نداء الى رئيس الوزراء. نعم. اللي هو هاي الشيوخ العشائر الجنوب والوسط حتى الغربيه حتى اي محافظه بالعراق على هذا المستشار اللي خالمين جايب هذا المستشار يتطاول على أرض الجنوب وعلى عشائر العراق وعلى مرجعية العراق. من هو هذا وين كان هذا سابقا؟ يتطاول على أهالي كربلة، يتطاول على أهالي النجف، فما مسموح له أن يعاقب. لابد أن يعاقب عقاب شديد من قبل رئيس الوزراء ويتنحى عن الحكم. يعني كل من يجيبه مستشار أن يسيء إلى بلد العراق، كل من يجي من غير دولة يجي يسيء إلى وبالتالي هو ابن العراق. يعني وبيوم من هو مو ابن العراق، من يشر لا هو يقول من يشر ايش كلام فدول الجوار ما راح تشوف شو تنظر لنا. لا هو من هذا ولقيط وليس مستشار. أنا أقول الكاظمي يا أخي، هذا الرجل أساء إلى الشعب العراقي، أساء إلى أراضي الجنوب، أساء إلى مقدسات العراق، فلا بد أن يعاقب عقاب شديد أمام الملأ. وهذا مطلب العشائر العراق، ونقول إذا ما نفذ إحنا راح ننفذ بيدينا. اليوم تواجدكم من كل المحافظات؟ تواجدتنا كل المحافظات، من الدجالة إلى الجنوب إلى كربلاء إلى نجف. عشائر ولا عندها تجي العشائر تطالب بحقها أمام مو بس رئيس الوزراء وأمام الملأ كافة. وموعدها الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قريب إن شاء الله. مستمرين على هاي الوضعية حتى عقاب الأخ مهند نعيم. بارك الله فيك شيخ، حياكم الله. الله يبارك. نعم شيخنا، شنو الكلمة اللي ممكن تلقيها؟ شيخنا يعني التصريحات ما يقبلها لا كبير ولا صغير.
احنا نطلب من رئاسة القضاء الأعلى بمحاسبة مهند نعيم بهذا الوصف النتن أجلكم الله للمحافظات العراق الجنوبية والوسط والغربية. يدري هو أكيد من عشيرة وعشائرنا اليوم كلها قيمة، وذول عشائر الجنوب اللي وصفهم بهذا الوصف هم عشائر أهل ثورة العشرين ويشهدون لهم التاريخ، مشهود لهم التاريخ. فإحنا نرجو من الأخ مدحت المحمود بمحاسبته على الملأ، أريد محاسبة مهند نعيم على هذه الكلمات اللي ما تليق بوصفه للشعب العراقي. احنا بالعادة دائما يعني متعلمين على التصريحات ومتعلمين على الوعود، هاي بشهادة. في حال يعني الموضوع أخذ أكثر من وقته، طول شهرين ثلاثة وبقت بس تصريحات ووعود، شنو موقفكم؟ أتوقع أنه تكون تظاهرة أكبر من هذه ولا يحمد عقبها أكيد، لأنه ما يعني واحد يجي يسبك ويطعم بيك. زين يعني اشتكى هو قاعد الصبح صار سايكس بيك ويشتهى يقسم ويسب العراق كله. ايش صاير هذول بوخه وذول حشاشه وذول حش السامع رعيان؟ بالعكس هو زين، هو لو عنده خلق لو عنده ذره من الاخلاق ما يوصف الشعب العراقي بهكذا كلمات. هاي تصدر من انسان حاجه سامعه دبسيس، انسان ما عنده قيمه، ما عنده كرامه، ما عنده احساس، ما عنده شعور بالمسؤوليه. فهو ما يعني مع الاسف انه يكون مستشار رئيس لا وزراء، لو كان رئيس وزراء حقيقي هو كان حاسبه بساعته وطلع على التلفزيون او ولكن هو ليس برئيس وزراء. يعني مستشار رئيس وزراء مثل جهكم ايش يحكي؟ زين لعد هاي الناس الفقره ايش يحكي؟ الكاتل الفقر ايش يحكي؟ هذا ايش يحكي؟ السفيح حش قدرك ايش يحكي؟ مو المحافظات الجنوبيه بها رجال، الغربيه كذلك، الشماليه شلون؟ بس قلت لك هذا لو كان رئيس وزراء حقيقي اللي هو الكاظمي والله كان قال من الصبح وطلعها على الملا، ولكن مع كل الاسف عليه من نعتب احنا. يعني احنا نقول هزلت ورب الكعبه. مو اختصر لك يا راي، هزلت ورب الكعبه اكثر ما اقول لك. مع كل الاسف انه نوصل هيش مرحله، والله احنا يومين نسمع تصريحات من السياسيين اشكال والوان، مو ولكن هيش تصريح عيب. وانت اليوم ما مستهدف مثلا فئه معينه، مستهدف العراق، مستهدف العراق كله. فاحنا هذه شوف العراق تاريخ بالله اذا لم يحاسب انا اتوقع انه تكون تظاهرات كبرى عليه. اي اكيد اكيد سيحاسب. نعم سيحاسب. نعم صعبه الطعنات منك وبيك صعب طعن كل العشائر العراقيه من الشمال الى جنوبه وبالذات اكد على الجنوب. واحنا نستنكر الشهاده، نستنكر باستنكار شديد، وعشائرنا اذا ما سوى على ما قد تحاكم لا تاخذ غير اجراءات. شنو الاجراءات؟ الاجراءات تطلع اكبر من هاي. قاموا عشائريا مثلا؟ ها؟ قاموا عشائريا وقاموا بدوله وكانوا كل شيء. زين. نعم. زين. يعني هذا هاي الرساله اللي هاي الرساله نوجهها الى السيد الكاظمي. نعم. حجي والله رايي كلش ما كل راي ما عندي. والله سولف مكان الشيخ. سولف عشائر ميسان طالبت وقدم الطلب للمحكمه الاتحاديه بمحاكمه اجراء ايش وقت هذا؟ اجراء اليوم حصل ان شاء الله. عشائر الجنوب والوسط باسم عشائر ميسان طالبوا بمحاكمه مهند نعيم لتجرعه على عشائرنا ومرجعيتنا وتاريخ العراق. تاريخ العراق، اصل العراق هي وحضاره العراق هي تنبع من جنوب العراق. اول حرف صدر من العراق، اول حرف بالتاريخ هو صدر من العراق، فاعتدى على تاريخ العراق وعلى مرجعيه العراق بهذه التصريحات اللئيمه. واحنا وثيقه بشكل رسمي بشكل رسمي طالبوا محكمة الاتحادية ومحاكم المختصة بمعاقبة مهند نعيم لتطاوله على عشائر جنوب العراق ووسط العراق والمرجعيات. أشكرك جزيلا. شيخنا احنا عندنا مثل يقول الشجرة اللي ما تفي عليها بالضبط قصوها. اي قصوها. اولا انت اليوم منك ابوك الشجره. الله يحفظك. احنا مشكل قناتكم اليوم، قناتكم هي اللي مفضله اليوم هنا. الله يسلمك يا ابو واجبنا. احنا بدايه الطائفيه. نعم. ترى لزمه العشائر. صحيح. لزمه العشائر. لا دوله ولا شرطه ولا كل شيء. لزمه العشائر ولزمتها ووصلتها الى موقف دوله. احنا يجي واحد تالي يمس عشائرنا هاي العريقة وعشيرة عشائر هاي من الشمال للجنوب، هذا احنا نستنكر هذا الوضع.
ونشكر قناتكم وتوصلون صوتنا. وبعدين اذا ما تحاسب هذا الشخص احنا نكرر. زين مثلا احنا هسه خلي احسب بطبقة الشعب، يعني الشباب الجنوب عشائرنا دائما ما الضح ساعات القتال اول الناس تفزع طبعا بسالفه مثلا تعجز عليه الحكومه اول الناس تفزع العشائر. انت من حسيتي شنو الادله شنو اللي خلاك تحكي؟ زين هاي شبابنا ادامو انت وانا ونحد ورئيس عشيرته ورئيس قومه يحدهم وراحتك. انت تجي تالي وقت انت شنو انت ومن يعرفك؟ مستشار. اي شنو انت تغلط على عشائر عريقه؟ عشائر الها مركزيتها والها اصولها. وانا مشكور منك ومشكور قناتكم المفضله توصلون صوتنا هذا. صوت. ما صوتنا سوى احنا بعدين هم الله يجزاكم ان شاء الله. الله يجزاك مشكور. نعم استعمار. نعم هذا دين حسن من الاستعمار اللي غرض الفتنه القاسيه بين عشائر العراق. يعني مقصود هاي التصريحات؟ اي مقصوده واجد من اي عشيره وحتى هذا مطرود من عشائر العشيره يعني ينتميها ينتميها باخلاق بجود بكرم حب اهل البيت. هذا اللي يسوي فتنه طائفيه بين الشيعه والمسيح والسنه والكلدان وكل هاي الصائبي كلها يريدون يعيدون 2006 ان شاء الله ما تنعاد. لا هم قصدهم يعيدوها لتخريب العراق لغرض اغراضهم اغراضهم الدنيئه. شنو اغراضهم الدنيئه؟ لبقاء العراق يبقى غير متطور غير حضاري. بهاللحظة ايش راح يسوون هم؟ الكلاب المسعورة دائما سايبة. الكلاب السايبة ما لها رباط احد يسيطر عليها. ما لها رداد. لا لا كلاب جائعة تريد مسخ العراق وشباب العراق واهل البيت. اهل البيت جميعا منو ما يحب اهل البيت؟ منو ما يحب اهل البيت؟ السني والشيعة كلهم على اسماء اهل البيت كله اسم عباس وعلي وحسين. هم التنيلطم انا اتعجب انه اليوم هاي ثقافتنا احنا. أكو تاريخ حضارتنا. انت من جاي تستنكف وتوصف انه هذا الاعتداء عدم احترام ثقافه اللطم والتمن مرق والقيمه ما ادري شنو هاي قديما من زمان ما تنمحي ابدا لان هذا ثوب العراق عرس العراق حزن العراق ثقافه العراق هاي ثقافه العراق مثل ما باقي البلدان باقي المحافظات جميع الدول لها ثقافاتها ولها عاداتها. احنا اليوم هذا تاريخنا ونفتخر تاريخنا هذا تاريخنا عميق عريق ما يوجد في كل العالم. اعطيني واحد مدفون بفرنسا اهل البيت اهل البيت كلهم بالعراق دائما سبحانه وتعالى يريد يقلبها بس ما يريد يقلبها بينا بخت اهل البيت ريحة اهل البيت. احنا ان شاء الله نكون يد وحدة متماسكة واحد يحب الاخ واحد ما يكره الاخ ماكو فرق بين هذا السني وهذا الشيعي ماكو فرق بين الرمادي والنجف. مو اهل النجف قاتلوا اهل الرمادي قبل واهل الرمادي قاتلوا بالنجف الامريكان كانت بيها داخل الامريكان تدمير اهل البيت. هم ذول شنو؟ مو حضاره ولا تقدم هذول غير انسانيين ذول متطبعين باسرائيل وامريكا وكل الدول اللي حاقده علينا 30 دولة من ضربتنا وسوت بينا ولعبت بينا لحد الآن حقودها علينا. عرفت بيها الشغلة شنو؟ مدروسة مقصودة تخريب العراق تدمير العراق سيردون بالعراق وهذا أموال طائلة في العراق الزيبق الأحمر الزيبق الأزرق بي يعني ستطلع أنت للغربية يعني أكو رمال ذهب رمال من ذهب عمي حضارة العراق فيلهون بين هذا وبين ذاك وبين هذا وبين هذا بين حائر وبين ما يعني شنو لغرض سرقة. أنا أطالب من المرجعية من علي السيستاني وأطالب من الشيخ قيس الخزعلي شيخ كل المجاهدين وأطالب من السيد مقتدى الصدر وأطالب إلى كل عراقي شريف قاتل داعش بالتحديد هذول داعش هذول منظومة من داعش عملاء خونة متطبعين يردون شنو؟ يدمرون شيوخ العشائر يدمرون عادات والتقاليد العربية اللي عندنا احنا الأصالة بركة بشيوخنا يعني ان شاء الله يسمعون نداء الشيخ كل المجاهدين قيس الخزعلي ابو العصائب امين العام للعصائب اهل الحق والشيخ الطيب السيد ابو هاشم محاكمته يطالبون بمحاكمته وتسريع بالموازنة لان دايما يطلون بهالشغلة يريدون يشغلون العراق بغاي شغلة تسريع بالموازنة لان شباب عاطل شباب متدمر شباب قام ياخذ كبسلة ومخدرات
ومتوزعة في كل العراق في كل الأمور لتدمير شباب العراق وللسيطرة على العراقيين. إن شاء الله ما حد يسيطر على العراق. إن شاء الله إحنا باقين على حق. ولبيك لبيك يا حسين الحسين لكل الطائف الأديان لكل الأطياف لكل العراق الحسين مو الواحد مو بس للشيعة للسنة يعني المسيح يسوون أكل على الحسين المسيح الكلدان ذول المسيح يسوون أكل على الحسين وزعون أكل وتمان وقيمة من يكره الحسين ما حد يكره الحسين بس هي تطبيع إسرائيلي أمريكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونريد مثل الكاظمي محاكمته والمحكمة الاتحادية محاكمته أحسن ما تصير كبيرة من تصير كبيرة ما عليها كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مشاهدينا إذن بالتالي هذا هو مطلب شيوخ العشائر خصوصا أنه محاسبة مهند نعيم بعد تطاول والإساءة على شيوخنا وعشائرنا الكريمة اللي إلها تاريخ يعني. وأيضا بالتالي إحنا اليوم مو كل واحد مسؤول وعنده منصب بالدولة يستغل نفوذه او السلطه ويحكي والله بكيف اعود على ابو ما حد يحاسبنا. لا احنا اليوم انت من تمثل العراق لازم تمثله بصوره يعني ترتقي بالعراق لان العراق بلد تاريخ وبناسه معروف بتاريخه ببطولاته بحروبه اللي قاتها بارثه. العراق كبير واكبر من كل شخص. مشاهدي الكرام ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل التغطيه. الى اللقاء.